السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهد مواطن اماراتي يتكلم عن زيارته الى الجزائر، تابعوا معنا هذا الفيديو. وهذا ممر السعادة باتجاه الجزائر ان شاء الله من مطار تونس الدولي، الطيران الجزائري مع تجربة جديدة، الطيران الجزائري مقاعد البزنس. هاي هذا انا في الطيارة، عندي ثلاث مقاعد تقريبا كامل فاضي مكان، بس تقدر يعني لو مسافة بعيدة تفكن ارباع وتنام مثلا. هذه الجزائر من فوق، لا وصلنا مطار الجزائر، باب الخروج من هناك يمين محلات البنوك لتحويل العملة، ويسار شركات الاتصالات، هذه ثلاث شركات اتصالات عندهم اللي هي أريدو، موبايلي، وجزي. الجزي هي الأحسن، الحكومية الأقوى يعني. قيمة الشريحة تقريبا 50 درهم إماراتي، فيها 60 جيبي تقريبا 50 درهم إماراتي، لكن المشكلة أن الكاش لازم تدفع بالفلوس الجزائرية، ما ياخذون غير الجزائري، ولازم تروح تحول فلوس، وبطايق غير بطايق الجزائرية ما تمشي. لدى